أحيي بالدكتور والباحث الأكاديمي الأستاذ ناظم العبادي. أهلا وسهلا، شكرا. بالحقيقة الحديث قادنا لمحور مهم ونقطة مهمة، وكأن النبي لغيرنا، هكذا عبر عنها السيد محمد صادق الصدر في أحد خطب الجمعة، أنه يتم الاحتفال بالرسول وبطريقة يعني لا لنقول عنها أنه أقل ما يقال أنه على استحياء يتم الاحتفال بهذه المناسبة، في حين نجد أن باقي المناسبات ربما التركيز الإعلامي وتركيز أكثر عليها، يعني مفارقة عجيبة غريبة. أحسنت. طبعا تغليب، خلينا نقول، أو تقديم الأهم على المهم. أنت عندك مهم وعندك أهم، وعندك محور للإسلام اللي هو محور الإسلام والقائد الأول للإسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الإخلال بمعادلة الترتيب الإلهي. يعني إحنا اليوم إحنا من نجي نغير الترتيب الإلهي نعارض المشروع الإلهي. يعني أنت عندك ترتيب وضع الله سبحانه وتعالى ترتيب الطولي، فأنا من أجي أقدم الأهم على المهم. أنا طبعا المهم ما أغفل عنه، لكن لا أغفل الأهم، وبالتالي للأسف هو موجود في كل الأمة الإسلامية. للأسف تغليب العناوين الثانوية المذهبية والطائفية على العنوان الأساسي الأصلي الذي هو شنو هو ما هو الذي يجمعنا، هو الذي يجمعنا وهو ما يريده الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عندنا مشتركات، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا القبلة، عندنا القرآن، هن ذني المشتركات يفترض يكون عليها التركيز. أي إخلال خاصة بالوقت الحاضر بالحقيقة هو ماذا؟ هو كأنك أنت تكون مع عدوك ضد نفسك. يعني اليوم المسلمين الإخلال بهذه المعادلة الإلهية اللي قدمت هذه الأولويات، كأنه تشارك في المخططات، في تنفيذ مخططات، تشارك صح عن سذاجة وعن عدم علم، لكن أي إخلال بالترتيب الذي وضع الله سبحانه وتعالى وبما يخدم المشروع الإلهي، كأنه أنت لا تتوقع طبعا أجر وثواب إذا شاركت في موضوع التفرقة وتفكيك الوحدة الإسلامية بكثير أو بقليل، لا تتوقع أجر وثواب، بل قد تكون من أعداء النبي من حيث لا، يعني يكون شخص من أعداء النبي من حيث لا يعلم. فيفترض الهدف الأساسي والمحور الحراك والهدف الأساسي هو أنه الاجتماع حول المشتركات وتوحيد الأمة، وهذا كله طبعا وين يصب بعدين؟ أنت يعني هي النبي والرسالة وأهل البيت عليه السلام وكل المذاهب، هي بالحقيقة هذه مراحل لخطوة أبعد، وهي المشروع الإلهي والثورة العالمية الكبرى اللي زيحة السلطات الثلاثة اللي ذكرناها، سلطة الحجر وسلطة المال وسلطة العسكر. هذه السلطات يعني المشروع الإلهي لم ينتهي بعد، احنا قد اليوم في بداية المشروع. المشروع الإلهي يريد ينقذ البشرية، النبي عليه الصلاة والسلام التخطيط العام للبشرية، احسنتم، لتربية الكون البشرية، يريد ينقذ البشرية من 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 استعباد البشر للبشر، ومن استعباد الحجر للبشر، ومن استعباد المال للبشر. هذا المشروع احنا الان في بدايته، ويفترض نساهم في انه شنو لا يتوقف او يتاخر المشروع. يفترض نركز على موضوع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى موضوع الوحدة الإسلامية، وعلى موضوع المشتركات الإسلامية، ونبث الفكر المحمدي الأصيل، فكر الاعتدال والوسطية. بالضبط، الوسط هو اجي يعني تحية الإسلام، السلام عليكم. النبي عليه وعلى الصلاة والسلام رجل سلم وسلام وحقوق إنسان. هاي أنت أرجع إلى بدايته. هسه أكو من يحاول